بصوت من الغضب خرج هؤلاء رفضا لتدهور الوضع الاقتصادي المتردي الذي ينذر بمجاعة وشيكة لسكان تعز. كواحدة من المحافظات التي تعاني الأمرين بسبب الحرب وتدهور الوضع العام فيها، إن خروجنا في هذا اليوم لعدة أسباب، ومنها غلاء المعيشة، غلاء الأسعار، انهيار سعر الريال اليمني، إيقاف تعامل البنك المركزي، إيقاف موانئ البترول، إيقاف تصدير النفط. إن خروجنا في هذا اليوم هو من معاناة الشعب اليمني. ثورة القياع، لا ثورة، لا حزبية، لا سياسة، وإنما خرجوا اليوم من شدة المعاناة التي يعاني منها اليمنيون. لا يستطيع المواطن شراء مواد الغذائية في يوم واحد. انهيار العملة المحلية وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية وانعدامها، جميعها ساهمت في تفاقم الوضع المعيشي الذي أصبح يخنق المواطنين يوما بعد آخر. فيما كان الدور الأكبر لهذه الحالة المتردية يعود لإهمال الحكومة الشرعية وإلى جانبها التحالف الذي يرى الكثيرون أنه يتحمل كافة تبعات ما آلت إليه الأوضاع المعيشية، حيث اكتفت الحكومة والتحالف بإجراءات تحاول امتصاص غضب الشارع. فغياب الحلول الجذرية لمواجهة هذا الوضع يساهم بدرجة كبيرة في تعقيد معيشة المواطنين. اليوم تعز تنتفض عن بكرة أبيها، رافضة للوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه البلاد. لعبت التحالف دور كبير في انهيار العملة والوضع الاقتصادي في اليمن، وخصوصا الإمارات التي أصبحت تسيطر على موانئ ميناء عدن، وكذلك السعودية لها دور أكبر. الشعب اليمني والحكومة لا نعلم أين هي نائمة. أسواق المدينة ومحلاتها التجارية أعلنت العصيان المدني وأغلقت أبوابها استجابة لدعوات العصيان والاحتجاج من قبل المتظاهرين الذين خرجوا في شوارع المدينة مرددين شعارات تستنكر خذلان الحكومة والتحالف، خصوصا في ظل الحرب التي تشهدها البلاد. استمرار الاحتجاجات والعصيان المدني الرافض لهذا التدهور يترك تساؤلات عدة، أهمها: هل ستجد هذه المدينة بادرة للخلاص؟ أم أن أصوات هؤلاء ستكون جرس إعلان عن ثورة جياع قادمة؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.